مساء الخير. طقس خريفي مستقر نسبياً عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة معتدلة على الساحل ومنخفضة جداً على الجبال خصوصاً بفترة الليل، وعم بتأدي لتكون طبقة من الجليد على المرتفعات اعتباراً من 1200 متر. رطوبة عادية، البحر متوسط الموج وحرارة مياهه 20 درجة. ليلة طقسنا بلبنان غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وغطيطة قوية على الجبال عم بتأدي لسوء رؤية بفترة المساء والليل، ومنحذر السائقين من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع 1200 متر بساعات الليل والصباح الأولى. لبكرة الثلاثة طقس شبيه باليوم، غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، تكون ضباب على المرتفعات مع طبقة من الجليد على الطرقات الجبلية اللي بترتفع 1200 متر بساعات الليل والفجر. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة. على الساحل 14 درجة، على المرتفعات 10، بالبقاع 2، وبالأرز 2 تحت الصفر. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية. جبل محسن 20 درجة، حصرون 5، عرسال 12، جونيا 20 درجة، الزعرور 15، المختار 11، وصغبين 14 درجة. رطوبة بتتراوح بين 45 و65%. حرارة سطح الماء 20 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، الرياح جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار الثلاثة بتتراوح بين 14 و21 درجة، الأربعاء بين 13 و20 درجة، وبتبقى للخميس مع 13 و20 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ الجولة مع الكويت و21 درجة، عمان 14، طرابلس 22، جزائر 17، روما 13، برلين 3، ولندن 10 درجات. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.